كنشكر هاد الناس اللي هما داروا هاد الحفل خصيصا باش يساعدوا بنتي، كنشكرهم بزاف. وواحد الشكر ما كيتوصفش زعما. الصراحه انا بنتي ما عندهاش خوه، ولكن هادو هما خوتها، هادو خواتاتها، ولو عندها عائلتها هادو زعما شنقول لك، ما شاء الله. ما اللي جيت غنوصف ما غنقدرش نعبر داكشي اللي هو في الداخل ديالي. وكنشكرهم بزاف بزاف بزاف. وكنقول يعني اش غنقول لك، المريض هنا عندنا في المغرب ما اش نقول لك، في حاله لا توصف والله. اش نقول لك، ما كاينه لا عنايه لا التفاته لا حتى حاجه. يعني بحال داك القطاع الصحي عايش عندنا اهمال والله. رانا داخل لهذا الميدان، دخلت ليه باش كنتعالج، ولكن راه اهمال اخص بديال الدوله. الرانديفوات من بعد العمليات خذ رانديفو، هما كيمشيو يخدموا في مصحات خاصه وكيخليو الشعب يضيع. حشومه راه عيب عيب. يعني راه حتى هما الشعب راه ماشي على ملي كيوقف الانسان وكيقول انا مغربي، وباش وطنيته؟ وطنيته انه مغربي، خصو عنده حق في العلاج، عنده حق في القرايه، عنده حق بزاف تاع الحوايج في الدوله ديالو. كنشكر الاخوان اللي ساهموا مع اختنا آسيا، اللي واقفين معها في هذه الازمه ديالها، لان آسيا مسكينه هي كانت انسانه بحالنا، كانت ما مريضه ما والو، كانت تخرج معنا. والحمد لله هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى، هي والام ديالها اللي من هذا المنبر كنتمنى لها الشفاء العاجل. وكنشكر الناس اللي ساهموا واللي مازال غيساهموا، لان كاين واحد الصندوق ان شاء الله غيكون دابا اللي غتكون فيه واحد المساهمه. وكنشكر كاع الفنانين اللي تضامنوا معها، لان بزاف الفنانه اللي ما تردوش في هذا العمل ديالهم، اللي اتصلنا بهم ما تردوش. والحمد لله على كل خير. الحمد لله لقات واحد الاقبال، الحمد لله. الصراحه العمليات غادي في الوقت، الدواء غادي في الوقت، واخا كاين شويه العيا، ولكن الدواء ما ساهلش، ولكن المهم لقات واحد العنايه. ماشي بحال هنايا رونديفو تيعطيوه لك على 3 شهور 4 شهور، وداك الشيء غادي بالتدقيق. يعني هما نيت اصلا كيقولوا ليه علاش هما داروا لك هاد البروتوكول ديال هاد العلاج هذا، ماشي خصك بحال هكايا. واش هادي بلاد مسلمه؟ يلا. والانسان ملي كتشوف دوله كتولي تقول لك بحال هكا على مريض ديالك، اشنو كتنتظر نتايا في بلادك؟ ماشي معقول. كنقول لهم بعدا باش يديروا واحد التفاته الاكثريه لوزاره الصحه، باش تلتفت للدوله تشوف المرضى راه كيعاني وكيموتوا وكيضيعوا، فهمتي؟ ما بخصوص مرضى السرطان، ما كاين اللي مريض ماشي مرضى السرطان، كاين امراض جلديه، كاين امراض بزاف. واش غنقول لك؟ الله يشافينا ويشافي جميع المرضى ويشافي جميع المسلمين. وكنشكركم بزاف بزاف بزاف، شكرا بزاف. السي صديقه عزيزه بزاف، يعني وكنقول لها الله يشافيك، لان الغربه صعيبه شويه. يعني كتشوف واحد الانسان اللي هي بعيده من الام ديالها والاخت ديالها والعائله ديالها، يعني انت كتكون في واحد البلاد اللي كتعالج راه ماشي سهله. يعني كتعاني من جوج جوايع، يعني كتعاني انك بوحديتك تما، وكتعاني انك من المرض. وكنتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله، ونشوفها في صحه جيده في اقرب وقت ان شاء الله، والله يشافي الجميع. السلام عليكم، معكم مروه ملكه جمال اناقه للمغرب 2020 2021. انا سعيده
سعيده اليوم بالحضور معكم في هذا الحفل الخيري لفائده الاخت اسيا المصابه بمرض السرطان. جيت باش ندعمها وباش نكون مع الاصدقاء ديالها، وكنتمنى لها الشفاء العاجل ان شاء الله، وانها ترجع للتراب الوطني بصحه جيده، وكنتمنى الام ديالها والعائله ديالها الصبر وانهم يوقفوا في جنبها ويشجعوها. وطبعا كيف كنقول دائما في جميع اللقاءات مع الصحافه، فانني كنتوجه دائما برساله خاصه للمراه المغربيه، وكنتوجه للفتيات والشابات انهم يكونوا عند حسن الظن من جميع الجهات، يعني يكونوا متفوقين كما كنبغي نشوفهم ديما، يكونوا متميزين، يكونوا قويات ولو امام المرض. وكنقول رساله يعني كنتوجه بها لجميع الشباب سواء فتيات او فتيان طبعا، انهم يشجعوا بعضياتهم، يوقفوا مع بعضياتهم، ويسندوا بعضياتهم في السراء والضراء. وشكرا بزاف.